في الاحتضان بعفويته الإنسانية وبعمقه الروحي يتشارك معنا في أصغر التفاصيل ليشكل حجر الزاوية في هذا البناء الصالح الذي نسعى معا إلى إعلائه. رئيس دائم مارلييس الأب جوزيف عبد الستيفن. الله معكم. جرت العادة وهي عم درجها هون انه دول قول دايما ايها الاعزاء، واخترقت البروتوكولات، لكن يا صديقي لانك انت اخترقت الروتين وقت اللي كنت وزير، اسمح لي اقول لك معالي الوزير، ملكتنا العزيزة أيها الإخوة الأعزاء، أذكروا نعمة الله فيكم. إننا نفتح هذا المعرض بعد نهاية معرض الكتاب ومهرجان الفكر هنا في هذه القاعة. أيها الإخوة، نحن نبني عملنا على الإيمان والأمل والمثابرة والمحبة، متذكرين القول الكريم ولسوف يعطيك ربك فترضى. لقد عاش لبنان طوال عقدين من الزمن تقريبا معاناة حرب أهلية قتل فيها الآلاف وهجر عشرات الآلاف، ودمرت البنى التحتية وانهار الاقتصاد وأقفلت المصانع، ودمر الكثير من المراكز الثقافية والتعليمية والدينية، ولكن ما كادت تنتهي تلك الحرب المشينة حتى بدأ طائر الفينيق يستعيد حيويته ويخرج من وجاره ليزيل ذلك الكابوس وحالة الفوضى والدمار. وهذا إذا دل على شيء فيدل على أن اللبنانيين مهما أصابهم من محن وانتابهم من صروف الدهر، قد لا يلبث أن يعودوا إلى أصالتهم وإلى الاعتراف بالآخر والغفران والمصالحة مهما غلى الثمن ومهما كانت التضحية. ومع هذا كله فقد بقي النزاع اللبناني مضبوطا وليس محلولا نهائيا، والبلد ممسوكا وليس متماسكا. طالما أن حاجات ومهارات واتجاهات وخبرات وطاقات المواطنين اللبنانيين والمنظمات التي أسسوها بقيت متأرجحة ولم تؤخذ بعين الاعتبار، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البنانان. نحن أصحاب البيت، ونحن أرباب العمل، ونحن أبناء الأمة. فإذا لم تتشابك أيدينا وتتآلف قلوبنا وتنعقد سواعدنا وتنفتح عقولنا، قد نبقى في أول الطريق وبداية النفق الذي قد يكون مظلما وقد يكون المصير مجهولا. يقول الدبلوماسي والأستاذ الجامعي جوزيف مونفيل إن الابتلاء بعقدة الضحية ظاهرة مأساوية وخطيرة، فهي تتطلب التدخل على المستوى الأخلاقي والمعنوي والسياسي والعلمي. ولكن لا يسعنا إلا أن يقول كل واحد منا للآخر اطمئن ولا تصدق الدسائس والشائعات الكاذبة. نحن جميعنا أبناء هذا البلد، نحن جميعنا أسسنا هذا البلد الذي أعطيناه جنة طبيعية من الله، ولبنان هو وقف الله. نحن بسواعدنا مجتمعة عمرنا هذا البلد، وسنبقى نعمر مهما خرب المخربون ودمر المدمرون. نحن أبناء هذا البلد، مسيحيون ومحمديون ودروز وكل الطوائف والأجناس على اختلاف مآكلنا ومشاربنا. نحن الآن في هذا المكان أمام مذبح مارلييس أنطلييس،
حيث أقام اللبنانيون عهداً جمعهم بعد أن كانوا قد تفرقوا أفراداً وشيعاً، والأعجوبة ذاتها جمعتنا وستجمعنا دائماً على مر السنين عزيزين أنوفين. ومهما كبرت المصائب يا خي مرمون، أفراحنا سيبقى وميلادنا سيبقى وتراثنا سيبقى ويبقى. وفي هذه الأيام الفصحية نحن قادمون على عيد المجيد، هو عيد التضحية المكللة بالقيامة والمجد، عيد كل فرد من أفراد هذه البلاد، إذ لا حياة بدون تضحية، وإذ لا مجد إلا بعد التضحية، وإذ لا خلود إلا بعد القيامة. فنطلب من الله تعالى دوام التوحيد بين اللبنانيين وجمع كلمتهم في حب الله والوطن، وأن يكون هذا العيد المجيد القادم علينا نصرا للبنان ولأبنائه وللمثل الشريفة التي يدافع عنها لبنان. إن الإنسان في نهاية المطاف لا يقاس بالمركز الذي يحتله زمن الرفاهية ورغد العيش، وإنما بالموقع الذي يشغله زمن المحن والشدائد. لوم سمزيو فالوبستاك. يقول مارتن لوثر كينغ: إن القريب الحقيقي هو الذي يجازف بمكانته وهيبته وحتى حياته في سبيل إسعاد الآخرين. أيها الأعزاء، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أردد ما قاله قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي رجاء جديد لبنان: من حق كل فرد أن تحترم مسيرته الروحية الخاصة، ولكن على الجميع أيضا أن يدخل طريق الحوار مع إخوانهم. فالمواهب المودعة لدى البعض يجب أن تبذل في خدمة الجميع بالتماس مشترك للحقيقة في المحبة. وما إصرارنا على السير قدما في ملاحقة معارضنا من مهرجانات للكتاب ومعرض أفراحنا وما شابه، إلا برهانا على تشبثنا بأرضنا ووطننا وقناعتنا بالاستمرارية في المضي صعودا نحو الأفضل والأحسن من خلال إنتاجنا وحرفنا وصنع أيدينا. تلك هي البركة. ففي الأودية السحيقة والغابات والأدغال تكون الدروب الوعرة، وعلينا أن نكون المعبدين لهذه الدروب وإنارتها بعملنا وتعاوننا. وهكذا نستحق أن نكون أبناء الله والوطن، وهذا هو دأبنا وسعينا في رعية دار مارية سنتلياس بالتعاون مع شركة First Protocol من بين الذين نتعاون معهم، السباقة أبدا في خوض نادر من المعتزمات. فباسمكم أتوجه لها بالشكر في شخص صاحبها ومديرها السيد مارون بلعة وشريكة حياته فيوليت، راجيا أن ننفض غبار الحرب والدمار ونزيل شبح الموت المستعار بجهدكم وصمودكم وطموحكم. وشكرا وعشتم.